أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: امرأة اعتادت على أن تلبس العباءة على الكتف، وزوجها ينصحها بلبس العباءة على الرأس، والمبرر لقولها أن العباءة على الكتف تلبس معها غطاء يغطي الوجه والكتوف كما هي ميزة العباءة على الرأس، فما رأي سماحتكم في هذا القول، وهل يوافقها على ذلك؟ هذا خطأ. إذا أرادت الخروج من المنزل إنها تضع العباءة أو الجلال على رأسها من أجل أن يستر رأسها ورقبتها كما يستر سائر جسمها، أما وضعها على كتفيها هذا غلط، لأن الرأس يبقى غير مستور بالجلال أو بالعباءة. وأيضا النساء في هذا الوقت الغالب عليهن إنهن يعبثن بشعورهن ويجمعن ويحزمنه، فإذا لم تضع العباءة فإن هذا يظهر ويكون لها كأن لها رأسين، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار أرهما نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني الإبل المشرقية، لأن الإبل إبل المشرق لها سنمان، فهذه المرأة التي جمعت شعرها وربطته وصار له حجم صار كأنه رأس آخر إلى جانب رأسها، فإذا وضعت أولا لا يجوز لها هذا العمل، وثانيا لو وقعت فيه فإنها يجب أن تضع العباءة عليه تستره عن الناس. نعم.